والاب ديالها والاخ ديالها والسنة ديالها. لا احنا كن اليوم كنكرموا المراه اللي واقفه مع الرجل ديالها وليداتها، المراه اللي كتكافح، المراه اللي كتفيق في الصباح باش توجد وليداتها غدا وتصيفطهم للمدرسه وتمشي حتى هي تخدم وترجع. هذا فخر لي انني واقفه قدام جمعيه النور وكتكرمني الرئيسه هاجر صافي. هذا كيبقى فخر لي انني كندير واحد الخدمه اللي حلالا طيبا اللي كنخدم عليه ولدي، وكنشجع عيالات النظافه ان الخدمه ماشي عيب والخدمه شرف لكل امراه، وكل امراه عظيمه هي كتكون مرات واحد التجربه تقدر تكون فاشله ولكن ماشي فاشله، انها تجربه مزيانه وكتعلمي ما انك تكوني قويه وانك تكافحي باش تكبري وليداتك بالحلال. اكيد حنا بالنسبه كنطلعوا الطوبيس واش كيقولنا برافو عليكم. الناس ملي كيكون غادي في الشارع كتلقاهم ديما كيشجعونا وكيقولنا برافو عليكم، يعني كتحس بالفخر انك خدام في هذه الجمعيه، انك كتعطي واحد القيمه للمراه، قيمه جميله انها ديما تبقى خدامه، ديما تحس براسها فخر. وشي الخدمه ماشي عيب انك تخدم حاشاك الازبال، ولكن راك عندك واحد المدخول اللي غتدخله غتستافد منه انت وغيستافدوا منك وليداتك، وبزاف ديال الناس كيستافدوا من هذاك المدخول. اكيد غنكون فرحانين لان اول مره غنتكرموا زعما، والرئيسه هي اللي زعما كرماتنا وحنا فرحانين بزاف. جميع الناس احنا فرحانين حيت تكرمنا، بالعكس احنا كنفتخروا به. احنا هاد العمل كنعيشوا من وليداتنا وعائلتنا. كاينين الناس اللي كيشكرونا على الخدمه ديالنا وداكشي وكيقول لنا راه مزيان وبغيناكم تستمروا، الدنيا تنقات ملي خدموا العيالات فيها وداكشي كتنقات وداكشي. كنقول للعيالات كاملين عيد المرأة سعيد عليكم كاملين، نتمنى لكم تكونوا إن شاء الله بصحة مزيانة وتكونوا متعلقات في حياتكم. اليوم 8 من مارس حاولنا أننا نكرموا النساء اللي ماشي هما نساء عاديات اللي كنشوفوهم ديجا مسلطين عليهم الأضواء. حنا حاولنا نكرموا واحد الفئة اللي هما كيف ما سنقولوا لي بيلي ديال المجتمع، منهم عاملات ديال النظافة، منهم موظفات، منهم فعالات في جمعيات المجتمع المدني. حنا كجمعية ديال الحوزية كندعموا النساء اللي في وضعية ديال الهشاشة، داكشي علاش حاولنا نسلطوا الأضواء على أولا على عاملات النظافة اللي منهم مطلقات، منهم أرملات، منهم اللي رب الأسرة كيعاني من إعاقة ولا قلب بزاف على الخدمة وما لقاش ولا تيخدم وتيجلس. حاولنا هاد الفئة هادي يكون عندهم واحد المدخول اللي قار اللي يقدروا يعاونوا به العائلة ديالهم. في نفس الوقت حنايا راه تنستافدوا من هاد المجهودات ديال هاد النساء هادو في النظافة ديال الجماعة ديال الحوزية كاملة والمرافق ديالهم. الإحساس ديالي في هاد اليوم ديال التكريم طبعا اللي هو إحساس اللي زوين بزاف اللي كنحسوا به بالاعتراف ديال الجميل ديال مختلف الفعاليات. هاد التكريم هذا ما كيزيدك غير مسؤوليه على العاتق ديالك، خصك تعطي وتعطي اكثر حيت الناس داروا فيك الثقه، خصك تكون ديما على قدها وفي المستوى. كنبغي نقول للنساء ديال العالم كاملين واحد الرساله انهم ما يمشيوش في الاطار ديال التحرر وينساو الدور اللي تيقوم به الراجل. حنا الحمد لله تخلقينا باش نكملوا الرجال، ربي خلقنا من الضلع ديال سيدنا ادم عليه السلام باش نكونوا واحد السند ويكونوا تهما لينا واحد السند وواحد الظهر. ما تخلقيناش باش نتحروا ونستغناو عليهم، بالعكس كيف ما شفتوا النساء اللي تكرموا اليوم هما نساء اللي بساط جدا، من هذيك الفئه اللي تيفيقوا مع 3-4 ديال الصباح باش يوجدوا لوليداتهم الماكله ديالهم ويصيفطوهم للمدرسه ديالهم ويجيو تهما يخدموا، وفي العشيه يدخل الزوج ديالها يلقى المسائل ديالهم قاده وتستمع ليه تهو المشاكل ديالو. يعني هذه نصيحه مني اننا ما نحاولوش نمشيو في التحرر بزاف، حنا تنكملوا بعضياتنا. الله يخلينا ليهم والله يخليهم لنا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.